بسم الله الرحمن الرحيم. لما حضر لنا سبعين الناس الكل والمكتبة الوطنية عداك اللي زاد استعداد للناس الكل، وحبيت يكون هالكتاب هذايا لما حتى بالنسبة للعائلة نتاعي كلها باش معناتها ناخذوا عبرة من المدة اللي عشناها نتاع الثورة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحزب نتاعنا. ديما نحب نبدا بديسيتاسيون معناتها يقول أبو البقاء الرمدي في مطلع قصيدة رداء الأندلس: لكل شيء إذا ما تبنى نقصانه فلا يغر بطيب العيش الإنسان، إلى أن يقول: قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إن لم تبقى أركان. وبيت آخر فردي أبو القيد المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمني. الأهداف: يا من آمنوا بحزب المبادرة من زملاء في الإدارة التي بدأنا بها انطلاق الحزب لإيمان الراسخ بأن نجاح كل مؤسسة مدنية مهما كان نشاطها أو إنتاجها وقدرة منتجيها تخصصهم يبقى رهين إيمان إدارتها المالية والإدارية بها. وأخص بالذكر النواه التي انطلقت مع السيد مسعد الحريري والسيدة نجاة العقبي في الكتابة، والفتاتين أحلام بن علي وحنان بن تارة في الإعلامية والمحاسبة، اللتان عوضتا بكل من أنسى آسيا الرمضاني والأنسى أميرة شرواتي لتفانيهما وتواصل المشوار إلى غاية الانسهال. كما تم شمل الإدارة بانضمام السيد مصطفى بن باشي رجل الأعلام الذي كان مكلفا بمهمة لدى عدة وزراء. ولا أنسى المرحوم المناضل الدستوري جلال الهنيدي الذي أضيف للإدارة فكلف بمتابعة نشاط التنسيقيات فأنجز فيها الكثير. بالنسبة لسي كمال رانا استدعينا بنته وجبنا لها صور باش نزيدو هذاك اللي نجمو نعمل. إلى أساتذة الأجلاء: السادة عمار المحجوب، محمد علي إدريس، سمير المرزوق، عبد الحميد كمون، زين العابدين بن عيسى، حبيب صالح، محمد رضا بوكر، علي نور الدين، رجاء الحموني رحمه الله، وحسون البلديد رحمه الله، وكمان الدين قح. إلى رئيس مركز تونس لأصل الكلى الأستاذ في طب الكلى السيد محمد العزيز المعطي ابن الزعيم والحكيم وأكبر كفيلا للثقافة في عصره المرحوم محمود المادري والسيدة خديجة المدب مديرة المركز وطبيبة المركز الدكتورة إلهام الحداد وممرضي المركز وإطاراته. إلى الأستاذ سليم المرالي طبيبي ومنقذي للمرة الثانية مع جزيل الشكر. إلى رفيقة دربي فاطمة جريري وأبناء الأعز دوسر زين الدين وزوجته
إلهام العبيدي وفردوس وجيليا زيد إلى كافة عائلات أجريلي والغربي والبحر والعبيدي والقاسمي والتلبيسي والقاشوري والحاج قاسم وزيد. طبعا نمر إلى تقديم الشعر الذي تعرف عليه النجم الشاعر القرويشي يقدم المجموعة الشعرية هذه. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. صدر من بيت للمتنبي كان يجول بذهني وأنا أقرأ قصائد ديوان خواطر ومضار وانفعالات أمنة الحياة في الشعر المعاصر، ولعله يوجد ما يبرز هذا البيت في خطاب الشاعر سالم زين الدين، بما أنه عمد هذا الديوان بماء القريض فجاء موحيا في حركة لا تليل مدا وجزرا علوا وهبوطا، والشاعر مثل ربان يمسك بدفة القصيد ويتقدم في اتجاه أعماق الذات بعزيمة نادرة، وهو يحاول صروف الزمان وما يوميه القدر. فكان الشعر بلسمه وهو يلوح بالحروف إلى حياته بروح الفنان المؤمن المطمئن. ففي هذا الديوان بدا لي الشاعر سالم زين الدين قد أوغل أكثر من دوابينه السابقة في شعر الحكمة، وتكشفت له التخوم، وراغ في خطابه عن زخارف الكلام الشعري، فإذا بالخطاب خطاب شاعر يقود عبر القراءة إلى ينابيع الحكمة لنكتشف من مائها ونبحر في معانيها. وهذا الضرب من الشعر يتطرق إليه الشعراء عند امتلائهم بالحكمة وبعد تقلبهم في شتى التجارب الحياتية والمعرفية والفنية، فيكف القول لديهم عن أن يكون مجرد كلام سطحي عابر لا يطلب منه الظمآن ولا يشبع منه الجوعان. فنقرأ له مثلا بيتين للسيسان: تذلل إن لم تكن يوما ذلولا، واخلع ذاء العزة للمرة الأولى، أبدلت بالمال ما لا بديل له، فاصبر وثابر إن نويت رحيلا. والمتأمل في هذا الديوان يجد أن الشاعر محتدما باليوم ومتعايش مع قضية العصر دون أن يكون الشعر قد برح إلى آفاق أخرى يختلفها الغموض وتحجبها الطلاسم، فهو يتصدى إلى مناقشة مشاكل الناس ويتعرف إلى حولهم، مما يمكن هذه القصائد من أن تصبح في أزمنه قادمة شهادة عن هذه الفترة وما يحف بها من نزاع وتوتر في شتى المستويات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية وحتى اقتصادية. فالشاعر يكشف عما هو مكتوب من داخل المجتمع ويعنيه، ولكنه في الآن نفسه لم يجعل من خطابه الفني مجرد تسجيل عفوي للواقع، بل كان الشاعر متأملا فيه محاولا تفكيكه وصبر أهواله وإيجاد مخرج لمضايقه.
أما من الناحية الفنية فقد ابتهج الشاعر أسلوب التقفية، فجاءت القصائد على طريقة الشعر العربي القديم في تصريف الكلام، فهو من جهة حافظ على روح القصيد في بنيته الكلاسيكية باعتماد نظام الشطرين، من جهة أخرى أراد أن يسير أفانين القول فيما يتعلق بالشعر الغربي، فجاءت مقاطع الكلمات ضمن وحدات صوتية منتظمة تحيلنا إلى نظام صوتي يشبه لحد بعيد الشعر الفرنسي الموزون في وحدات صوتية مدروسة. وهذا الأمر يستوجب التدقيق في هذه المسألة موسيقيا ودراسة بتأمل وعمق، إذ من الواضح أن ثقافة الشعر المزدوجة وما خبره أثناء إقامته في أوروبا جعلت منه يحاول ويقوم بتوليف الطرق الفنية في التعاطي مع الأوزان والموسيقى، حيث بدا وكأنه يطل على الشعر برأسين، واحد بثقافة الشرق والثاني آت من الغرب. ومجمل القول فقد استطاع الشاعر سالم زين الدين أن يحط لنا ديوانا أنيقا فيه من الاجتهاد والتبصر والجمال، فيه من الاجتهاد والتبصر وجمال المعاني الشيء الكثير، وجعلنا نقبل على قراءته مجدودين إلى كل من يجعل الخطاب الفني يرتقي إلى أن يكون شعرا معاصرا. الشيخ القرمشي. بارك الله فيك. هناك قصائد كنت أود أن أرى من يهم فيها الأمر ليقرأها أمامي، دونك نحذفها باش نقدم لكم الدكتور شرفنا مبكر. أنت ما تقوم عرفني بروحك أكثر مبكر قرشي. أي أرجيت لما ما مش نقدمه كنت بشار من قصيدة على الويد على الويد نمشي لها حد نقرأها تو ونقرأها بعد تكريم المناظر الفارغ الحبيب الفارغ. حظ الغالي زمن الزعيم في التاريخ ينقسم قبل التحرير دماء وسجون ومنافع تتجسم، وبعد النصر بدايات شقاق تلاها رتق وبلسم، نهوض الأحرار حول الزعيم أول رؤيا تبتسم، أولى الزعيم شبابه فصار حبيب المجاهد وحبيبه حبيب، ولد بخابسة ولا بعد في الإخلاص يستبعد، وإذا الشبل بالرئيس ترسب
أتته الشيم تستنجي. أول قائد عام للكشافة التونسية والرافد الأوحد نال الرضا وأهل البلاء الحسنة لتدعم الكشافة اللواء، فصار أول آمن بالحرس الوطني باقتدار وإيداء، ثم سلم العهدة لجيل الاختصاص وللشبيبة عادة بالوفاء مديرا عاما للشباب والرياضة من حيث ابتدأ وجاء. أنشأ ترأس منظمة التربية والأسر بافتخار واقتدار، عقدان يرسخ مبادئ وقيما حث الزعيم عليها باستمرار. جيش الحديث مش معها بالتبنيل عايش مغيب زي بابا، وإن شاء الله عنده قصيد آخر فكرت نقرأه توا ونخليه كيف يبدأ هو يجي الأحلام تعرفوه الناس كلهم. سي الحبيب قام في التسيير من المدني للثقافي للجمعيات كل شيء. نرجو سيدي من الحظ، من حباه الحظ ترفع همته تهدى له الأرواح والمهج، ومن ظل حتى في نشأته حفت به الأنكاد والهمج، تراه يرمو إلى العلياء في شغف، إن استرى نارا ما بها وهج يسعى ويبني الشوق راحته، كأنه في محيط تطفو به اللجج، ضاعت مكارمه هدرا فما نفع برهان ولو كثرت الحجج. كم كان حالما طواقا في طلعته نحو العلا، كمن تطوي به الدرج. ثم نمر إلى السفارة. عندما يقع تعيين أي موظف خارجي شيء جديد هو معناتها سفارة، مش فيها من عبيد ومش فيها من حاجات يزمو معناتها يقتدي بها، ويسترجع معناتها العباد الموجودين في الإدارة، لأن الموجود في الإدارة مهمته كونه باش يراقب أي في السفارة. عاد نقول شوقي في الجد شوقي وخليل لا زال كليل، ولطفي للسفر مرتاع لا يرتج منه تسهيل، فما لي سوى الربيعي أداء المدير الإدارة وفي تساؤله التحميل. كان عمل التليفون لو ثم حاجة. المركز صعب وحجمه في حجمه وحبل النجاح فيه طويل، والغربة سجن الانفراد، توفر الرفاه فيه جميل. تخرج البلاد تلقى معك البلاد خلق العرب وكل شيء، أما كي ترجع للخدمة تلقى معك حاجة أخرى. والكلام بالقسطاس ترتيبه، والابتسام بالضحك كفيله، أما في الأعياد فشبه احتفال، وعلى الهواتف ولا على الهاتف دموع تسيل. كتيبة السفارة
مونيك تذكرها سي كمال. مونيك تحتدي تنفعلي الصبر والأناة أنسب لما الحزم والإنهاك هل أن النفاق أكسب لما البذل والجهد والكل فيه لا فيك يرغب حبة عرض تلاشى فأتى عليه الغيهب يمامة تبقينا بين ثلاث ثعالب تلعب يزيدون تسويف الحقائق فالغرابة منهم تستقبل. في الحافلة ما كل من ركب الحافلة يتألم فتاتان تتحاوران حول ننس عجل تتدليان كسلتين والرفس بالزحام ملزم تبتسمان نعم وسط غبار مقتل سأهما من للباس ننسى قد ننسي قد خات وصم تبدوان كشبحين من زمن بعيد غير مؤزم ماذا لو تصحوان سيبكيهما الحلب ويلقط نبرات ونظرات اعتزازا في خضم الرنك تترجم عن جيل صار مبتسما في غياه بالله وعي ويتكلم. لا القلب والكنان باهي زعما خلينا نشاور مع فيها خلال شوية كنا أخيين الكلام على قصة حب القلب والكنان قصة حب فريدة منذ شبت للهواء تميل للوفاء تميل بين راغب في عشق من ليس لها مثيل لما كان القلب شابا والشريان يصيل واستقبال الكنان للزائر بصمة وتهليل ولم يكن هناك تابوت أو انتظار طويل وبعد الحفاوة كأن مخاطبك خل سليل وكل ما طلبته هو في السكر التعديل يغدق النصائح ويشير عليك بالدقة الدليل يقدم التعويض تقدم التعويض فيبشرك التمويل انت تقدم الوريقه ويقول لك هذا فلوسك تقول تعدى وما هي الا ثوره اتى عليها حقد مرسول تتحمل مسؤوليتك فاسودت ذقون لتوها اغتالها شعر مش شعر مسقط وعمت تجارة اللحي والضحك بها تصول واختلط الحابل بالنابل وغزا نجم الذهول تشبث الشعب بلغو بلا ماض تدعمه الاصول منح الهمز حرية فحرقوا في المصانع المأمول لقبوا ثورتهم حرية وكرامة وطنية تؤول وأفقدوها منذ حرقوا منشآت فيها للوطن مثول وارتموا على كل هيكل كان للسيادة أسطول فإذا بالدخيل للدستور كاتبا وللخبير عزمة وذهول. أما الكلام فقد غزتها توائف دينها الكسب المحصول تخيط أكفان المتقاعدين الغالب كاسها ياسر ما نزيدش نحط حاجة أخرى بلوائح تدعهم والموت الذلول فويح من بلغ السبعين وجيبه مثل قلبه بالجراح مخذول فسيعمر ما تطله من حتر ونهاية الأشراف الوفود من عاش الأسبع عقودا ففي السبعة سيغرق ويزول
فسبعة الدولتين يوما وسبعة الشيخين حكومات تدور. بقايا حضارات فيها ما ترسخ التاريخ ومنها بالتقابل والخروج تلاشى واندثر كصفات وجدناها في أبن لم نرث منها أثر. جندي كأخويه وأبنائه لكنه توفاه القدر واستشهد الإخوة في القتال ونحن ونجاة من الخطر استشهد الإخوة في القتال ونجاة من الخطر بقي حاملا للقب يذمر ولا أمل أن ينتشر أنيق الزي ولباس السبت للتسوق والسهر. أما الأحادي والأعياد الزبة وبرنس وبر عمق اختلافنا معه سحنة تضاهي البربر. أتعامل معه كالأبكم أي بطريق مختصر أعد جملي ألقنها لأمي وأخذت مفكرا يسر فلا يقع جنبي لأنظر في أعين تخيف وتؤثر. لم أناديه قط ولم أسلمه دفتر أعدادي بل أستتر حتى كنا نجيب 18 لابد علاش 18 ما يزيدش 20 دونك انا خاف منه وعينيه خضر كيما بورقيبه هكاك كان غزر الصعيد. فوكيلي يفسر العصير ويقدم النتائج والعبر كم كان حسه الخافت يعج مهابة الوقور المقتدر. هذا يا خويا اللي يرحمه معناتها كان يعمل الترمذي هو يكل ضرب في عوده ترى هو ضرب معناتها يحب معناتها يجيب 20 هذا 20 هذاك مخه عسكر نتاع فرنسا. الى ابنتنا الهام ماهيش هنا اللي هو الدليل اللي تبدا به زواد التعليم يكون فيه تدلل إن لم تكن يوما دلولا واخلع رداء العزة للمرة الأولى أبدلت بالمال ما لا بديل له فاصبر وثابر إن نويت رحيلا واطرح بكل سر مكارم ومنصوصا وعود سجاياك أن تصير مجهولا لا تزعمنا إذا ما أمرت بحدة فالجديد لديهم ذاك منقصا دخيلا. هذا وقت متخلف للخارجية معناتها يمشيو كيما الحل جروبات مع بعضهم هكا ما كانش تسمع السر وتسمع كذا شنين جنين جابوه برهم حاسب توا تبدل الامور صفوان هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا عربو هنا هل لصفوان والصفوة القصة أم أن الحظ ساقه الجدل والأهداف. فتى مضطرة تجادلت وتنازلت في الاختيار لتسميته الأسماء. صفوان هل اسمك مشتق منها أم انشق من المصدر لليونة الصفاء؟ خافض الرأس إذا سرى واستلقى
إذا سراه استلقى على الهيكل يزيد السير والانحناء. آيته ألا يكلم إنسيا ما لم يمر المخاطب بالمحمول للأداء. خفيف الظل قليل اللغو والأكل يمر فلا يشعر بظله الهواء. جد في الدراسة رغم دون انجرار من الانجرار هو معناتها القرية المقبلة، وقد جفته الصحف والكتب الصماء. دمث الخلق منشرح الطلعة باسما قد تنطق اعجابا من صمته الاشياء. من قطب انا نكتب لكم نحيو الحاجات التاسعة شوية سبتمبر الحاسب. ما نخبيش عليكم راهو في الكتاب هذايا ثم قريب 8 ولا قداش من أوريزون فينال جاو كل ما بعض سبتمبر. هي عالم واحد وليت كيما كان كروك كروك مور معناتها نهار بعد اثنين وانا في بقعة في نمشي ونمشي في عبد الحق راهو وليت كيما في عبد راهو يعرفوا دونك باش نعطيكم من سبتمبر الحاسب بالنسبة على الأقل تاع باش نقرا تاع بعد تجلس كمان مثال تاع الزميل الجبال الحديدي. كم نودع من الزملاء رجالا وكم نرثي من بينهم أبطالا والعمر قصير وإن طال. نهايته مهما سنى وازدهر سوالا جلال جلال ذكراك ذكراك لن تنبح لمحال ولن أمر قط ببابك باسما وقد عودتني دماثة واستقبالا. لن أقبع بمكتبك برهة منهمكا منهكا حتى أغادر باسما. وفي اعتدال خفة الروح جعلتها في فراقك مثال حتى كلمات ما فقناش بها 4 أيام وبعد المسكين. لم تترك في الخاطر قول عشق أو سجالة. رحم الله أناسا لم يكونوا يوما ثقالا. رمز الوفاء الجلال ليت في سنك أمثالا. سنلتقي ليطل حديثا كان مخاطبوه أشبال. كملوها برثات يدي مبرر الكهوب. ذكر الديار عند المرء في الإحساس يختلف بالاعتزاز عند المقتدر أو بذحر الذكر إجمالا. لأن الدهر بالتقادم يدور على الديار محقرا لفراق ساكنيها واختلاف الأزمنة سجايا. أما أن تؤثث تربا كأبنية غابرة كبيوت وقد أضحك بالإفك تفيد عزا وإجلالا. وتنقلب الأخلاق والمبادئ فيصف الجاهل حلم الحكيم ورفعته بما لديه حقدا وابتهالا. فتصادر صفات السمور والمجد والرخاء المتأصلة في أصيليها دهورا طوالا. حتى لم ينالوا من الاعتزاز نظرة زالا كما أن للنساء
في الكذب والمعاناة الأنفال، يا دهر ما خلقت عادثا برقي الميسورين، لن ينبس الصريح صدقا أمام الكذوب محالا، فالمفتري ينعق وسكوت الشريف اختزال. لينتصر لظالمك وعليه يلود، ويسعى للشامتين قصد تحريرهم ولجمعهم تبني أقدامهم خدود النار. ولا تأمن لمن لازمك دهرا صامتا، فصمته بالمتاق عليه يجود، ولا تستكن بالشكوى إلا للخالق أو حاكم عادل ولا الظلم لدود، واحسن أمورك ولا تتردد أبدا، إن الارتداد في الطبيعة مردود. أترك الندم ولا تفكر فيه، وقد خسرك في الحياة لطفك المعهود، ستجني بالسماحة احترام السابقين وصخر المتهكمين، فصمتك منكود أضحى الطيب مهزلة والاعتدال عزا. كأن حبل أضحى الطيب مهزلة والاعتدال عزا، كأن حبل العنف عندنا بات مشدود، واكذب الغيظ مجبرا لتبدو باسما، لأن قرار الحسم كالهجاء دوم محدود، واصبر فإن صبرك محدود عواقبه، وإن طالت بالرداء عليك تسود. أو الله، ولا تطلبن الرحمة من ظالم حسود، لأن باب الرحمة أمامه دوما موصود. أو الله. الرباعيات الأربع والأربع حاش كم اشتخلكم المقتية كل ما أنت بشتوري لا أدري رباعيات الأربع والأربع لا تبدي ما تعني لنا الأربع والأربع في الزمن والأسماء والأجال وما يعد، فسر تربيعي وتدويري هو عند المهجور، أما احتفالنا بهذا الرقم فهو افتعال من نون هذه الرباعية الأولى. الأخرى مرت سنون والركب يجمعنا ملتئما رغم العواصف والقذف أحيانا، وكما احتفلنا بالنجاحات على صفيح ملتهي، وكان القلب مفعما بالانتصارات المزدانة. هي قلبكم شفهمها إلهي، أين هاكي الآن؟ أين هاكي هياكلنا؟ هل كان نذير؟ أنت العالم بحالنا وعلى كل شيء قدير، أني مفارق والخصيب هو الحسير، إلى من وعدني مغفرة وأجرا لا يدير، وأجرا لا يدير، لم يكون لي أسف على السفلى وما جمعت، ومن كان من الإجحاف ضعف مناله أحسانا، ومن حطنا بعد أن تبوأ ومن الجاه له إمكانا، وأعد لنا من الأذى إفكا وحقدا وبهتانا.
وفاة الزعيم. وفاة الزعيم أثقلت لسنا فبكيناه بصمت غريب تاركين للتاريخ حزم القوات الرهيب. فصبرا على زعيم البلاد ومجاهدها الأوحد منتهى الحجام الحبيب. يطول عمر المرء في المجد أو في الأسر ثم ينتهي يوما ويغيب. كم يفرض الكون مواقيته كما يفرض الكون مواقيته فلا بد لأجسادنا للتراب أن تعود وتوارى فيه كتراب في تراب اللدود. رحلت في علاك، نعم رحلت في علاك، فلا الموت والاعتقال والإبعاد كنت تهيب. سيبكيك من بالعلم والحلم أنشأته وقد يشمت ذرامي عصيب. كفاك نحو العالم دول وشعوب راقية لن تنسى توجيهك الرحيب. خلدت شابا زمن الحماية من أكاديمي فرنسا في قواميسها فلن يدعك له جهول يستريب. بالنسبة لنا بطل التحدي تعب رقيبة في جي رئيسنا الثاني هاكم قلتم متابعون إلى من نزل سرا من السماء ولم يشعر به عمدة أو معتمد أو على قول أضعف من لحاف الحال يعيشون في نأي تام والسلطة لا تبالي ولم يزرهم نفر حتى من الأهالي. حسبهم جبال تحمي شتاء ظهورهم ووادا يمنع باقي الفصول كل اتصال. لا هم بأهل كهف رغم انفرادهم فسحبهم مصدر سعي وخسار. هذه ترتيب طلع توشك كون مستاج ها؟ بيش كون؟ بيش رانسوز مرزوك ها؟ بيش كون مرزوك بيش يا ودي طلعوك سيد بيش محمد الله. إلى من سخر إلى من سخر الأبار لتسقي وتروي من سكن وزرع وسجر قيمة الجبال فصعد عبر الأخاديد من الماء الزلال ليروي من لم يحمل بالرخاء عقود خوالي. ينفي أمره كحكم الباطل بلا جدال أو سجال. خمس مضت ونجم ساطع في كل مجال بايعته كل الطوائف من الجنوب إلى الشمال. سكونوا؟ ها؟ لا. كان عنا رئيس والله أنا شكون يعرف خطرها شكون زعما كان عنا رئيس ومزاد المال وما عملنا عليه حتى شيء. شكون؟ ها؟ بن علي. الحمد لله. عندي قضية الميباخ ولا نحب شركة يمشي لتوية الحاجات كلها. ليس للعلم حدود. قال جبريل أتى لرسول الله محمد أو الوحي أوحى بعلم وجوبه يمجد. ثالث القول لأقرأ وضع خلاله التقيد. هذول المراحل اللي بدا فيها القرآن بدا في مكة 13 سنة من بعد 10 سنين في المدينة. وضع خلاله التقيد وختم بتقرأ وربك الأكرم وعد من الله أمره المشدد. عاد الشعر
في قوم سيمائهم التزاول فمن لديه للعلم فمن لديه للعلم لا حد له حسب رأيكم منكم مشكون في المنطقة من كل معكم العلم هو معك القرآن وكل شيء فماذا؟ المسلمين دعم ما يعتمدوش القرآن معناتها هو اللي باش يسير الدنيا ويسير كذا وكذا دونك اللي كان يقول لهم انا من القرايه من كذا يقول لك علماني علماني معناتها مرتب نتاع كافر وقت اللي هو القرآن من اللون نتاعو بطاقة التعريف نتاعو وقت اللي باكسان يعملها وقت اللي يهبط معناتها العباد الكل كلها في كلمة اقرا اقرا كلمة واحدة فيها كل شيء وهي التعلم القرآن كله تنزل هي معناتها للسيبيت هكا ولا لا هي اللي تعطي واحد سيدي تزال أقول فمن لديه العلم لا حد له وفي البحث والدرس المقيد العرب كلا ثم كلا لا إذ بالسيوف تجالبوا وبعد النزول لأحقاب بقوا في البعد عنه الأبعد زاد بعد البيت حوبات البنات يحكمون أمة ومعت العلمانيين فيها التمرد قلت العلماني التمرد فالمعجزة تكلى أعطوني معجزة طلعها من القرآن في الدنيا إنسان عربي عربي ثم بعد نرجع حكيت عربي ومش عربي يحكمون أمة ونعت العلماني من فيها التمرد فالمعجزات تكلى ما لم يكتشفها المسيحيون المجددون أو جهابذة الفرس والأغريقي فالمسلم العالم مرتد والراسخون في العلم المسيحيون للبحث تعبدوا طبقوا صورة العلق فتقدموا واكتشفوا من المعجزات ما اختبروا مرز البحرين مرز البحرين وكل من في فلك يسبحون وقد كل لا بحثهم التأييد وتوصلوا بالبحث العميق إلى الحلق للكلناش شعارهم الدقة والتأكد والعلماء قليلين ولو تعددوا الغريب ما كنا نسمعه عن عربي في الطب عماده وفي الرياضيات في القطب اعتماده مشاهير وفي ظننا أجداد كبرنا وبالإفك سبما الأوغاد ذهابية الفرس لقب قصرا الإسم والإسلام والطاعة والتعبد سخرنا من أنفسنا ويضحكنا الانفراد كنا نتصور مثلا الطبة والحكاية كل الناس فيها الأسامي معربة هم مع عرب هم كلهم ساكنين تاع الحضارة الفارسية اللي كانت غنية في كل الأنحاء تدقيق ذاتي تعلم أسفي عن حماقة شعورنا عن حماقة شعوري وتعمد السير في الديزول كنت أسخر من لفظة الحب للتكلف والزهر وبعض الفجور فلم أسمع ولم أسمع ولو مرة عبارات تفرغ العشق من الحبور كم في التصاريح من وجد مهدول واعتمدت الفضيلة والصدق ملتزما بالجد وكنت شبه مسرور مرت سيولا كنت فيها منشرحا أؤدي واجبا غير مبتول لا أعرف الحقد ولا حجابي وما أنا بالهاتف والمهتور
ولا أنتظر جزاء. وما إلا بالهاتر والمحتور ولا أنتظر جزاء ولا شكورا ودعبت في الحياة أخطو تحفظا ولا أسلك إلا سبيلا كان معبورا درست ودرست وتوظفت وسافرت وكنت بالعمل والانضباط فخورا في كل رتبة بالوزارات مأمورا. احنا معارضة نقها لكم هنبدأ بمحاولة في المقال. أحمد الله أني من صغري كنت دوما برا بوالدي وبوالدتي وبوالدتي عطوفا أمينا حنون بأخوي وبإخواتي حارسا أن أكون في كل ظرف درعا متينا. ترى انت حل مش شعر قراءة كلمة نص. أحمد الله أن أكون للقرآن مستودعا بالستين فكانت العرق عندي مخططا جدا متينا فمنذ صغري أقدس العلم والباحثين فالدراسة عندي غذاء فذخيرة كانت عوينا من بعد وبعثات. أحمد الله أني درست ثم نجحت في مهام المتصرفين فتدرجت بها بهما في الوظيفة حتى بلغت 60 وملف خالد مما يشوب أو يمس شرف الموظفين فإنجزت بالتصرف في السفارات برمجية تلقى القوانين